ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ها يا ابو معاذ والله زين ما سويت الآن؟ زين ما سويت يا ابو معاذ انك سحبت ابو علي بس والله ترى على كلمتين واجيب هنا يحوس الدنيا هذه كلها. والله لو بقول اني مشتهن رز والله نجي صلاه يا ابو معاذ تكفى بس انتبه له. انتبه له يا ابو معاذ. هنا ماشي. وهنا وش فيه؟ هنا البطاطس. ها طيب ما في طريقه بدون زيت؟ والله ما في تكفى بس ابو علي لا يدري. تكفى يا ابو معاذ. لا سكتوا. لا هنا هناك هلا والله ابو معاذ. يا هلا والله وسهلا ابو زهر حياك. يا هلا بك والله ومرحبا ما شاء الله. ابو معاذ نجهز شاورما. هذه سلطه ولا وش تصير؟ تجهيزات البرجر. بس جهز نفسك بكره الرحله والاربع ايام الجايه مره. هنا الشاورما على طريقه زهر. الجدول مره الاربع ايام الجايه خلينا متابعينك بعلون زر التنبيهات نصيحه. والله في اشياء جديده. اي والله ابو اسمعوا زي الطلعه ذيك. ايه تقول لي يا ابو زهره ما في يعني ما فيها نزول. لا يعني ها على الخفيف. انت والله كل شغلاتك كل ابوها مره رحنا مرتين رحنا كلها عدام. اليومين الجايين. لا شفنا اليومين الجايين مو الاربع ايام. هي اربع ايام بس اليومين الجايين من موي في موي ومن سباحه في سباحه مو بحر. من شلال في وادي ما شاء في طبيعه في خضار كل التباريس راح نمر فيها في يومين. ما شاء الله. واليومين اللي بعدها اتوقع ممكن اول مره راح تنقل متابعينك من زي الحدث هذا في المملكه في المملكه. وانا راهن على كلامي انت راح تنقل متابعينك راح نقول لك لاول مره في المملكه وانا راهن على كلامي. نشوف قدها والله. انت شوف بعينك قدها. الله يقدر.